السلام عليكم، مرحبا بالناس كل. فيديو جديد على قناة المعلم للصيانة. اليوم عنا هدوم انبوبات الليد باش نصلحوهم، باش نوريكم طريقة كيفاش نصلحوهم. كيما تشوفوا هذايا ما تضويش، معناها تضوي ضعيفة، كي تفسد تولي كيكة تضوي ضعيفة او كعبتين بركة يمشيو ضعاف، هذايا ما تمشيش جملة. نحلوهم نحيو منهم الكارت مير متاحهم. مثلا يبدا عنا 4 ولا 5 كعبات فاسدين، نجمو نخرجو منهم كعبتين يمشوا. نتستيو الكعبات خاطر ريت شنو كي تفسد، هي يبدا فيها انبوبات صغار، مثلا تبدا الكعبه فيها 5 ولا 6 انبوبات صغار، ما يتحرقوش الكل، تتحرق كعبه يولي الكل ما عادش يمشوا، خاطر يبداو محطوطين اون سيري، كي تتحرق كعبه ما عادش يخلط الكورون للكعبات الاخرين. هذه باتريه 3 فولت باش نتستيو بهم الكعبات اللي يمشوا واللي ما يمشوش. حاطينها فيها دايود باش نقصوا من الكورون، باش ما تشعلش ضوية قوية تعمش، خاطر احنا جيست حاشتنا باش نشوفوها تمشي ولا لا. نبداو تو التيست متاعنا، تستيو الكعبة ذي هاكا تمشي جوها باهي. الكعبة اللي تمشي نحيوها، باش نحيوها نحيوها بالكلية بالطريقة ذي، ما نحيوهاش بالمكوى خاطر كي تسخن تفسد. نحيوها بالكلية، بنحيو معاها لكشم الكارت مير بالطريقة ذي، والكارت مير ذيك باش نستغلوها من بعد نلحمو فيها الخيوط، أو كنقشروها نقشرو لها النحاس نتاعها على الجناب ونلحمو فيها نصوديو فيها الخيوط. باهي، اللي ما عملش لايك يعمل لايك، ابوني للشين يوتيوب، فعل الجرس باش توصلك اشعار فيديوهاتنا جديدة، لايك للفيديو، كومنتير بالرسمي. الفيديو هذا فيها برشا معلومات. عنا الدايود زينير هذايا كي نحيوها تشعل قوية، انا عاملها بالذمة باش ما تعمش، خاطر احنا جيست نحبو نتستو شوف قداش تشعل قوية، معناها تعمش بالباهي. هذه 3 فولت كهو، معناها تشعل كيك بين تستي وتو الانبوبات الاخرين. هذه ما تمشيش محروقه، هذه تمشي جوها باهي هكا تضوي. الكعبه اللي تمشي نحيوها بالكل كالعاده، نقصوها نقص معاها لكشم الكارت مير، ما نحيوهاش بالمكوى خاطر تفسد. فهمت؟ هي تتنحى بالهواء هذاك سخون، ما عنديش منها بالمكوى تفسد. هاكا نحينا 20 كعبة، هذه نجم نصلحو بها 5 كعبات مثلا، نجم نركبو مثلا كل كعبة نحطو فيها 4 ولا نحطو فيها 5، نصلحو 3 كعبات. فهمت؟ هاكا الكعبات اللي يمشو نحيوهم، والمحروقين نخلو تويكا نجيو للصودير باش نصوديوهم. نلحمو فيهم زوز خيوط بلوس وموان، نلحمو خيط منا وخيط من الشيرة المنغادي بالطريقه هذيا. كانك تتفرج فينا تو مازلت ما عملتش ابوني، مازلت ماكش مع عامل مشترك عامل اشتراك في القناه، ابوني للشين يوتيوب، فعل الجرس باش يوصلك اشعار فيديوهاتنا جديده، ولايك للفيديو اعجاب بالفيديو. نحبوا نوصلوا 10000 لايك بالرسمي، خاطر كل ما تكون الفيديو فيها لايكات اكثر، كل ما اليوتيوب يحترق يقترحها لعباد اكثر، كل ما تنتشر الفيديو، ومن خلال الدعم هذا نجم نهبطوا معناها فيديوهات مع اكثر. لانه عندي برشا افكار وعندي برشا معناها نحب نهبط اكثر فيديوهات، ولكن غياب الدعم ماكمش قاعدين تعملوا في لايكات، ماكمش قاعدين تدعموا فينا بالباهي، عليه هذاك معناها ماناش قاعدين نهبطوا في الفيديوهات بشكل مستمر. هاكا معناها الحمنا 20 كعبة ونسيري مع بعضهم الكل، تويكا باش نتستيوهم. كيما تشوفوا هذيا تمشي 3 فولت، كي نلحموهم اون سيري معناها على كل كعبه يزيد الفولت، مثلا كعبتين لازمهم 6 فولت هاكا ما يشعلوش، خاطر الباتري اللي عندي 3 فولت. مثلا عندنا الباتريه هذيا 21 فولت، هذيا 21، هذيا نشوفوها نتستيوها قداش تشعل لنا من كعبه اون سيري. فهمت؟ كي تبدا كي نلحموهم على التوازي نجم نشعلهم الكل بوحدة بركة 3 فولت، أما كي نلحموهم بالطريقة هذيا أون سيري على كل كعبة نزيدو 3 فولت. فهمت؟ هاكا كل مرة ننقص ليد باش نشوف 21 فولت قداش تشعلي من أنبوب. فهمت؟ بالنسبة نورمالمون 21 فولت نجم نشعلو بيها 7 كعبات. هاكا ضوت هذوما 8 كعبات، هاكا يشعلوا ضعاف، 8 كعبات 21 فولت يشعلونا 7، هاكا 7 كعبات يشعلوا باهي.
كي نحط 6 كعبات ولا 5 فما احتمال تتحرق. بين جي وطاولة التركيب في الموتير، عنا الموتير هذا موديفيكاسيون، ركبت لها انا بوبين وفولون تاع موتير حطب. البوبين تخرج لنا 2.1 فولت كهو، 2 فولت خدم لنا كعبه بركة، ما نجموش نخدموا بها كعبتين ولا 3 اون سيري، فهمت؟ اللهم نحطوهم الكل، معناها نحطوهم على التوازي، احنا نحبوا نخدموهم كي اون سيري. عندنا سيركوي هذايا معناها صنعتها انا، هذه طريقة صناعتها تلقاوها في الفيديو في الوصف. هنشوفوا قديش تعطينا بعد ما ركبنا لها السيركوي، تعطينا 32 فولت، معناها من 2 فولت حتىكش 32 فولت. توي كان تستيو، معناها نشوفوا قديش تشعل لنا من كعبة اون سيري. نجمو زادا نستغلوا طريقة هذايا، كي تبدا عنا الموتير تحرق في اللامبوبات، كي تبدا تخرج كورون اكثر من 12 فولت، نجمو مثلا نلحمو كعبات ليد، نلحموهم اون سيري على التوالي على قد الفولتية اللي خرجها الموتير. هاوكا شعلنا 8 كعبات، نجمو نشعلو 8 كعبات اون سيري، كي نكسيليري يقوى الضوء. نجم نحط 7 كعبات يشعل اقوى، ولكن تنجم تتحرق. باهي تويك نركبوهم في الامبلاج، نركبوهم في الكاش تاعهم، ناخذوا شويه كول حديد نلصقوا لامبوبات في البلاره بالطريقه هذيا. واللي ما عملش لايك يعمل لايك، خلينا نوصلوا 10000 لايك، خاطر بالرسمي فيديو اليوم مهم برشا وفيه برشا معلومات، ابار انه معناها كيفاش نصلح امبوبات الليد الفاسدين. النجمو زاده كيما قلت لكم، مثلا كي تبدا عندي الموتور تحرق في الامبوبات، نجمو نستغلوا الطريقه هذيا زاده. هاوكا سيي لحمناهم في البلارة، سيي 8 كعبات هذوما، تويكا باش نركبوهم في الكاش نتاعهم. هذيا طريقة مثلا ساعات تبدا عندي فرزة مثلا قديمة، انستالاسيون نتاعها فاسدة فيهاش ريجيلاتور، باش مثلا نشعل الضو بالخيوط من البوبيناج ديريكت، البوبيناج يخرج أكثر من 12 فولت، يخرج مثلا 30 فولت ولا. نجمو نحطو كعبات ليد أون سيري على قد الفولتيه اللي يخرجها الموتور، باش ما تحرقناش لامبوبه، خاطر كي نركبوا كلامبوبات اللي يبيعوا فيهم هذوك وركبوهم في خيوط البوبيناج تتحرق بالوقت، ولا ساعات تبدا سونتروا مثلا تخرج فولتيه قويه، تركب لها زاده لامبوبات هذوكم ولا حتى لامبوبه نتاعها 12 فولت نجم تحرق. بالطريقه هذه نجم نحطوا معناها على كل ليد اون سيري 3 فولت.